كدمات الجسم. لماذا أصحى من النوم فجأة وأجد كدمات بجسمي بالإضافة لعشر طرق سريعة لعلاجها؟ قد يتفاجأ الشخص عند الاستيقاظ من النوم بظهور كدمات مفاجئة في إحدى الذراعين أو الساقين، فهل يعني ذلك أن الشخص يعاني من حالة طبية خطيرة؟ في الحقيقة توجد العديد من الأسباب والعوامل التي تسبب ظهور الكدمات بشكل مفاجئ على الجسم، وهذا ما سنعرفه اليوم، وكذلك مع طرق علاجها السريعة. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، الرجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أسباب ظهور الكدمات فجأة دون سبب. تظهر الكدمة في صورة تجمع دموي تحت الجلد نتيجة لتكسر الشعيرات الدموية نتيجة لإصابة معينة. يتسرب الدم من الشعيرات الدموية للأنسجة المجاورة، وقد تختفي الكدمات من تلقاء نفسها، وفي الكثير من الأوقات لا تكون الأسباب خطيرة. أولا، نقص الفيتامينات. يؤدي نقص فيتامينات معينة إلى ظهور الكدمات فجأة كفيتامين ك وفيتامين 12 بي وفيتامين سي وحمض الفوليك. ثانيا، تناول بعض الأنواع الأدوية والمكملات الغذائية. الأدوية المضادة للتخلط والمضادة للالتهابات تقلل من قدرة الدم على التجلط، وقد يؤدي ذلك إلى تسرب الدم إلى الأوعية الدموية وتراكمه تحت الجلد. وبعض المكملات الغذائية مثل زيت السمك والثوم والجينسج تسبب ظهور الكدمات على الجلد. ثالثا، اضطرابات النزيف أو تجلط الدم. تتسبب العديد من الاضطرابات في تجلط الدم ببطء أو عدم تجلطه، مما قد يسبب ظهور الكدمات. رابعا، التهاب الأوعية الدموية. يتسبب التهاب الأوعية الدموية في ظهور الكدمات بشكل مفاجئ. خامسا، التقدم في العمر. مع التقدم في العمر يصبح الجلد أكثر رقة ويفقد جزءا من الطبقة الدهنية الواقية التي تساعد على حماية الأوعية الدموية من الإصابة، مما يسبب ظهور الكدمات. سادسا، التاريخ العائلي. قد يكون التاريخ العائلي لظهور الكدمات سبب رئيسي لظهور الكدمات مفاجئة على جسمك. العلاجات الطبيعية للكدمات. أولا، الخل. يزيد الخل المخفف بالماء من تدفق الدم ويساعد في عملية شفاء ووضع لخليط على الكدمات، يحرك الدم ويمنع بقع الدم. خلط بضع قطرات من الخل الأبيض وخل التفاح مع ثلث كوب ماء دافئ. ضع الخليط على الكدمات ودلكه برفق، كررها مرتين في اليوم. ثانيا، ملح الإبسوم. يساعد ملح الإبسوم على استرخاء العضلات والتقليل من التورم والكدمات. خلط نصف كوب من ملح الإبسوم في ماء ساخن وضع قطنة بها وعصرها ومررها على الكدمات، كررها 4 مرات يوميا. ثالثا، معجون الأسنان. يساعد معجون الأسنان في تفتيت الجلطة وزيادة تدفق الدم إلى منطقة الكدمة، مما يخفف منها ومن التورم. ضع كمية مناسبة من معجون الأسنان على أكدمة وغطيها بضمادة واتركها طوال الليلة، واغسلها في الصباح بالماء. كرر هذا العلاج كل ليلة لمدة 3 أيام. رابعا، البقدونس. يقلل البقدونس من الالتهاب والألم ويقلل من لون الكدمة. اهرس أوراق البقدونس وضعها على منطقة الكدمة ولفها بضمادة مرنة واتركها لمدة 8 دقائق. يجب تطبيقه بانتظام حتى يعود الجلد إلى درجة حرارته ولونه الطبيعيين. خامسا، الزنجبيل. يسرع الزنجبيل من عملية شفاء الكدمات ويخفف من التورم. اغسل الزنجبيل بقشره وافرمه وضعه على مكان الكدمة وثبته في مكانه بقطعة شاش ناعمة واتركه طوال الليل. كرر هذا العلاج لمدة يوم أو يومين. سادسا، مستخلص الفانيليا. يساعد مستخلص الفانيليا على منع تحول لون الكدمات إلى اللون الأزرق الداكن، كما أنه تعزز تجديد الخلايا وبالتالي يسرع التئام الكدمات. ضع قطرة أو قطرتين من مستخلص الفانيليا على الكدمة ودلكها بلطف واتركها. كرر هذا العلاج مرتين في اليوم. سابعا، البصل والثوم. يساعد وضع البصل والثوم على الكدمة على منع تراكم الدم تحت الجلد وتقليل الالتهاب وتعزيز نمو خلايا الجديدة. افرك شريحة من البصل على الكدمة ثم ضع عليها فص ثوم مفروم. كرر هذا العلاج مرتين في اليوم. ثامنا، البابايا. تحتوي البابايا على أنزيمات معينة تساعد على شفاء الكدمات سريعا. افرك شريحة من البابايا على الكدمة واتركها لمدة ساعة. كرر هذا العلاج 3 مرات في اليوم. تاسعا، أوراق الملفوف. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في أوراق الملفوف على التقليل من التورم وشفاء الكدمات سريعا. قشر الورق الخارجي للملفوف واغمسه في ماء ساخن جدا بحرص.
أخرج الورقة من الماء وبمجرد أن تبرد قليلا ضعها على الكدمة لمدة ساعة، يمكنك تثبيتها بضمادة. كرر هذا العلاج 3 مرات في اليوم. 10. ذور الحلبة. تتميز بذور الحلبة بخصائصها المساكنة والمضادة للالتهابات التي تخفف من الألم والتورم. طحن القليل من بذور الحلبة بشكل خشن واغليها في الماء لبضع دقائق، ثم صفي الماء وبلل قطعة من القطن وضعها على الكدمة. كرر هذا العلاج 2 مرات في اليوم. عند ظهور كدمات لديك باستمرار دون سبب، قد يكون السبب إحدى هذه الأسباب، ويمكنك استخدام أي من هذه العلاجات الطبيعية لعلاج الكدمات سريعا وبأمان. ولكن إذا تكرر ظهور الكدمات كثيرا ولا تتحسن بالعلاجات الطبيعية، يجب استشارة الطبيب. لا تنسى الاشتراك في قناة ثقف نفسك ليصلك كل جديد.